وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة. دكتور وفاء، برحب بحضرتك إلى هذه الفترة من التغطية على شاشة إكسترا نيوز، ونتحدث عن مدى الاستقراء الذي من الممكن أن نوافق عليه فيما يخص أسواق الطاقة. ما الذي ينتظر سوق الطاقة عالميا حال اتساع دائرة الصراع واستمراره في منطقة الشرق الأوسط؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة دارين وبالمشاهدين الكرام، وخلينا نقول أن العالم يبحث عن مسار التصحيح. العالم الحقيقة في حصار اقتصادي، عالم ممزق يعاني من التشرذم الجغرافي، فهل من مخرج للانخراط في المستقبل؟ ويمكن حضرتك كنت بتعرضي من برهة تقرير صندوق النقد الدولي والتقارير الأفواق الاقتصادية العالمية، واللي احنا شايفينه في التقارير ان احنا امام معادلة اقتصادية شديدة التعقيد، تغيرت فيها كل القواعد الحاكمة. بتحاول كل دولة الحقيقة أن تنجو بنفسها وتضع السيناريوهات اللي تبقيها بعيدا عن هذا الخطر. الكل بيتصارع لأن الوضع الاقتصادي اللي فرضته الظروف العالمية على الأصعدة المالية والنقدية ومعدلات النمو وتفاقم الديون الخارجية كلها كانت أثار شديدة القسوة على الاقتصادات الصاعدة التي تعاني بالأصل من مواجهة أثر التضخم. الحقيقة أن تصحيح المسار واستعدال الاقتصادية، ويمكن وحضرتك بتقري التقرير قلتي لفظ مهم جدا، عقد الفرص الضائعة، يعني أن المخاطر بتعرقل الزخم السياسي الموجود على مستوى العالم. وهنا نقطة ومن أول السطر، لأن احنا أمام ملف خطير جدا وهو ملف التوترات الجيوسياسية اللي بيأثر في التأثير الأول على ملف الطاقة العالمي. لا ننسى أن هذه المنطقة هي المنطقة التي تقع في بؤرة الاشتباك، ويمكن احنا شايفين أن حالة من الفوضى بتسود البحار والمحيطات والمضايق، وجاءت قوات الحماية ولكنها لم تفعل شيء لأن علاوة المخاطر ارتفعت. ومع ذلك يا أستاذة دارين، هناك نقطة غريبة وردة فعل الأسواق غير عادية. أولا، احتفلت الأسواق مبكرا بتصريحات الفيدرالي الأمريكي مع أنها كانت مثيرة للإثارة عندما تحدث سيد وول ستريت وترك الباب مواربا كالعادة، فهناك نوع من الاستفزاز للأسواق، بمعنى أنه صرح من الممكن أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع أو أن لا يكون هناك انخفاض في الربيع القادم اللي هو اجتماع مارس. وهنا نعتبر أن ردة فعل الأسواق كانت سريعة وقرأت نعم هذه السلسلة من الإخفاقات الاقتصادية العالمية المتتالية، ما هي نهايتها؟ الحقيقة التأخر الاقتصادي أو المعادلة اللي احنا كنا بنقولها مع حضرتك، هل يصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسات الموجودة على مستوى العالم كله؟ الحقيقة لا يوجد أي مدى من العقلانية، لأن مع تأخر اتخاذ القرارات في حماية هذا العالم بتزيد المخاطر، منسوبها بيرتفع، إدارة المخاطر بتزيد في الأماكن كمان اللي بيقبع فيها الخوف والأزمات، وهي الأماكن الموجود فيها النفط والغاز، بمعنى إن احنا قدام يعني رياح معاكسة لا تنحصر، ولكن يعني يبدو أن بؤرة الضغط في منطقة الشرق الأوسط هي عالية الوتيرة. ولكن خلينا برضو مع حضرتك نتكلم عن الطاقة بشكل عام. أولا، ملف النفط ما زال في المنطقة الخضراء، بمعنى أنه تحت التسعين، طالما تحت التسعين دولار هو ما زال في المنطقة الخضراء ولم يحقق النتائج المرجوة والتي كانت ترجوها. الأوبك بلس بتخفيضاتها اللي وضعتها واستمرت عليها ولم تغيرها، وحتى مع إعلان فاتح بيرول بالأمس عن تنبؤاته بارتفاع الطلب العالمي، ما زال الأمر يعني زي احنا شايفينه لا ينذر بأي شيء من التفاؤل. لماذا بات العالم يفصل بين السياسة والاقتصاد برأيك دكتورة وفاء؟ هناك مشكلة الأسواق في ناحية،
والبيانات في ناحية يا أستاذة دارين، لم يستفيد صناع القرار والسياسات النقدية في وعلى أولهم الفيدرالي الأمريكي الذي يعني الحقيقة تقدم بتصريحاته لتثبيت سعر الفائدة. نعم يعني هذا ما كنت أتساءل عنه مع ضيفي السابقين، لماذا لا تلتفت على سبيل المثال الحكومة الأمريكية لتقريرات المركز الأمريكي على أقل تقدير؟ الحقيقة أن هناك استفادة، يعني خلينا ندخل مباشرة في العبارة من البداية، وسياسة التجديد النقدي بدأت بكذبة كبيرة جدا، بمعنى أن الاستفادة الأولى كانت بالنسبة للفيدرالي الأمريكي لأنه اعتمد على بيانات ليست البيانات الأساسية، يعني استبعد ملف الطاقة من المعادلة، استبعد ملف الغذاء من المعادلة، ثم بدأ في سياسة التجديد النقدي في كذبة كبيرة، وبالتالي بعدت الأسواق عن البيانات الحقيقية. حتى بيانات الفيدرالي الأمريكي لم تعتمد على أسعار المستهلكين أو المبارزة بين سعر المستهلك وبيانات التوظيف، يعني في تصريحات الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي العالم كله ويمكن منطقة اليورو اللي حضرتك كنت بتعرضي تقريرها انجرت وراء سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وهي تجني صنع يديها، تأخرت وتراجعت في الصناعة تحديدا واستغنت عن مركزها وتقدمت دول أخرى، وحيكون في صعوبة جدا أن تتقدم هذه المناطق لتحتل مرتبتها التي كانت تشغلها من قبل. المستفيدين موجودين أمام أعين العالم كله، ولكن زي ما بقول لحضرتك هناك طرف ثالث مستفيد يقبع خلف المحيط يحرك العالم. العالم كله تحول يا أستاذة دارين إلى بقاع ساخنة، بمعنى أن مصفوفة المخاطر بترتفع منسوبها يوم بعد يوم، وكل دولة بتحاول أن تنجو بنفسها، فالعالم في حالة من الفوضى وعدم اليقين الاقتصادي. وخلي بالنا أن فقدان الثقة الاقتصادية وقراءة الأحداث والتنبؤ ده بيسبب حالة من عدم التصحيح، بمعنى أن هناك فرق بين التكهنات والتوقعات. التوقعات التي يعني البيانات بتطلع لنا توقعات، ولكن هناك من يتكهنون فتتعارض الآراء وتتعارض الأرقام وتتراجع المؤسسات الدولية عن مؤشراتها وتبتدي مؤسسات التصنيف الدولي الحقيقة اللي أزعجت. يعني حضرتك عايزة تقولي أن من يسيرون خلف هذه التكهنات ربما يضرون بالاقتصاد دون الاستناد إلى التوقعات المحتملة لأرقام واقعية. بالتأكيد يا فندم، وبتقول اللي بيدلنا على الطريق ده الحقيقة يا أستاذة دارين التقرير اللي يمكن استعرضته حضراتكم، التقرير فيه استهل الأمر في بدايته بالأخبار الطيبة، لأنه تحدث عن الاقتصاد العالمي اللي مر بظروف غير طبيعية وصنع التاريخ وصمد خلال عام 23 في ظل كل الظروف دي مع ارتفاع معدلات التضخم والسياسات التجديدية، ولكنه في نفس الأمر بعدها تحدث عن الحبكة الاقتصادية الغير مألوفة اللي بيعاني منها الاقتصاد العالمي وتعتمد على صموده. هذا أمر لا يفهمه أحد. نعم تعتمد يعني على صموده أمام الأزمات المتكررة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي من الممكن أن تخلق أخطارا جديدة بحسب توقعات البنك الدولي. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة.